سلامتنا أمانتنا وقايتها بها نعنى سنوليها رعاية. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم إلى عدد جديد من حصتنا كلام في الصحة. موضوعنا اليوم سنتحدث فيه حول النباتات الطبية. هذا العلم الكبير الذي يسمى باللغة الفرنسية لافيتوثيرابي هو أصل معظم الأدوية المتواجدة اليوم في السوق العالمية. في هذه السنوات الأخيرة نلاحظ عودة الإنسان، عودة الأشخاص إلى استعمال النباتات الطبيعية بما يسمى العودة إلى الطبيعة، ولكن استعمال هذه النباتات يمكن أن يسبب في أخطار على الصحة إذا استعملناها بطريقة عشوائية أو بطريقة غير منصوح بها من طرف مختص. للتحدث أكثر في هذا الموضوع نستضيف الدكتور وليد مسعود، هو دكتور في الصيدلة ومختص في علم النباتات وصاحب شركة خاصة لصناعة مواد صحية من أصل نباتي. أهلا بكم دكتور. شكرا دكتور، شكرا على الاستضافة. شكرا لكم لتلبية الدعوة. يعطيك الصحة دكتور. في البداية نود أن نعرف هذا العلم، يعني علم النباتات. هناك يعني في المجتمع الناس لا تعرف إذا كان الصيدلي هو المختص في علم النباتات أو الذي يبيع الأعشاب الطبية. يعني عرفنا ما هو هي علم النباتات الطبية ومن هو المختص الذي يستطيع أن ينصح باستعمال نباتات طبية أو يقوم بخلطات يعني تكون فيها حماية لصحة الإنسان وليست خلطات يعني ممكن أن تسبب أمراض أو تسبب مضاعفات خطيرة. نعم، سؤال وجيه. أولاً إذا أردنا أن نعرف التداوي بالأعشاب أو طب الأعشاب، لافيتوثيرابي، هو علم متعدد التخصصات يمس علم النباتات لكن أيضا العلوم الصيدلانية والطبية. دونك علم النبات، علم الأعشاب الطبية أو طب الأعشاب يهتم باستخدام النباتات لأغراض علاجية وقائية أو كمكملات غذائية. ويجب معرفة أن حتى الطب الحديث يستفيد من العديد من المركبات المشتقة من النباتات كمادة أولية أساسية في صناعة الأدوية، على سبيل المثال الأسبرين أو المورفين، ديجيتالين، كلها أدوية الأصل تاعها كان أصل نباتي. وحتى الليدروكلوروكين أو الكلوروكين الأصل تاعها هي الأكينين اللي رانا نعالجوا بها حاليا جائحة كورونا كوفيد 19، الأصل نعم تاعها يعني للتذكير فقط هي الكانكينا، الكلوروكين من أمريكا الجنوبية. دونك باش نشوفوا قيمة التداوي بالأعشاب، الأصل حتى للطب القديم كان أصله كله من الأعشاب الطبية. وعموما حتى الآن في وقتنا الحالي حوالي 25% من الأدوية، أقول جيدا الأدوية وليس المكملات الغذائية، المتواجدة في الصيدليات أصلها نباتي. دونك عندنا أمثلة كثيرة، بيرميكسون، دافلون، طاناكون، الصيادلة يعرفون جيدا هذه الأدوية المتوفرة عندهم في الصيدليات. يمكن إذا اعتبار أن طب الأعشاب من أفضل طرق الوقاية والعلاج لغالبية أمراضنا اليومية، سواء عن طريق استخدامها العلاج الحديث عن طريق أدوية. نعم، ولكن في نقطة مهمة جدا، يعني كما وضحنا أن يعني أصل معظم الأدوية هي نباتات، ولكن استعمالها اليوم مثلا نلاحظوا اليوم هناك خلطات تباع عبر الانترنت، هناك خلطات تباع عند الليزيربوريست يعني الذين يبيعون الأعشاب الطبية، ولكن لا نجد مكوناتها وفقط يعني نصحك هذه الخلطة مثلا مفيدة لمرض ما، هذه الخلطة مفيدة لأعراض مرض آخر. ولكن نعم بالنسبة للأدوية المصنوعة يعني هي تمت دراستها في المخابر وتمت يعني تحديد التركيبة التي لا تضر لأنه فيه دي دوز ولا كميات يجب احترامها، ولكن الآن الأعشاب الطبية المستعملة اليوم كيف يمكننا أن نعرف أن المنتوج أو النبتة المستعملة لا تشكل خطر على صحتنا؟ نعم، هي شوف، هي حتى الأعشاب الطبية سواء كانت
في مستحضرات صيدلانية أقراص أو شراب، أو كانت نبتة تستعمل كما هي الطريقة التقليدية. مثلا في أوروبا الصيدلي هو الوحيد المخول ببيع الأعشاب الطبية المحضة. في أوروبا مثلا عندهم تصنيف بين الأعشاب الطبية المحضة التي لا تباع إلا في الصيدليات، وأعشاب طبية غذائية مثل الزعتر، إكليل الجبل، لويزا، لافيرفان، اكسيتيرا. دونك لكن أعشاب طبية محضة هناك تصنيف بين الأعشاب الطبية. للأسف احنا مازال ما وصلناش لهذه الدرجة، ولكن التفريق بين الأعشاب الطبية والمعالج بالأعشاب الطبية. نعم، هل هذه أفضل أن المعالج بالأعشاب الطبية تكون له أولا الكفاءات اللازمة لتقديم النصائح الصحية والعلاجية؟ ليس كل بائع أعشاب طبية له هذه الكفاءات للأسف. إذا نعم، ولكن هذه النباتات الطبية دكتور هي من المفروض أنه يجب أن يكون مختص في الصحة، طبيب صيدلي مختص في التغذية إلى ما غير ذلك، يجب أن تكون له الكفاءات اللازمة من أجل نصح كيفية استعمال الأعشاب الطبية. لماذا؟ لأن الأعشاب الطبية مثلها مثل الأدوية فيها عناصر فعالة، دي بخاسيب أكتيف، هذه الخاسيب أكتيف تتفاعل مع الجسم تاعنا، دونك قادر تكون عندها أخطار. دونك يجب معرفة مقادير ومدة الاستعمال أو العلاج، يجب معرفة تجنب التفاعلات بين الدواء والعناصر الفعالة للنبتة. قدر ما مثلا الشخص تكون عندها مرض مزمن يكون يعالج بأدوية تاع المرض المزمن تاعه ويريد استعمال عشبة طبية، إذا هنا يجب تدخل الصيدلي أو الطبيب من أجل التأكد أن ما تكونش فيه ديزانتيراكسيون ميديكامونتوز، تفاعلات بين الدواء والعشبة. معرفة أيضا خصائص استعمال النباتات الطبية، الحذر من الحذر خاصة من الوقوع في موانع الاستعمال إلى غير ذلك. إذن نعم، كل نعم دكتور، الشروط تستلزم دكتور أنه يكون من فضلك الشخص الذي ينصح باستعمال الأعشاب الطبية بالنسبة تكون عنده كفاءات في مجال الصحة والعلاج. نعم دكتور، ولكن هذه النباتات الطبية مثلا في الصيدليات في بلدنا لا نجدها مثلا على تباع في الصيدليات كنبتة طبية خامة، عادة نجدها يعني دواء مجهز في أقراص أو محلول للشرب، ولكن لا نجد هذه النباتات الطبية مثلا لاستعمالها وشرائها مباشرة. نجد بعض يعني لتيزان، بعض التي تستعمل في علاج الزكام، ولكن عدد كبير من النباتات المفيدة لا نجدها في الصيدليات. إلى ماذا يعود هذا النقص؟ نعم، للأسف الشديد هذا ما هو ملاحظ في سوق الصيدلة عندنا. أغلب التيزان اللي كاينين اللي ينباعوا في فارماسي دوفيسين في الصيدليات هو مزيج، مثلا نجد تيزان أنتي غريبال، تيزان ديجستيف، تيزان سومي، تلقى فيها ثلاثة أو ربع أو حتى خمس نباتات. لكن مثلا إذا أنا حبيت نشري إكليل الجبل أو زعتر أو عرق السوس وحده، ما غاديش نلقاه في الصيدلية للأسف. أنا مرغم باش نشريه من عند بائع الأعشاب الطبية، وهذا نقص، هذا نقص على المخابر مثلا أن تنوع من منتوجها. مثلا في الدول الأوروبية تروح عند الصيدلي تلقى عندها 200 نبتة أو 150 نبتة، كل نباتات طبية المتواجدة عند العشاب نستطيع وجودها في الصيدليات. دونك هذا نقص حقيقي يجب أن نعمل على تجاوزه، وأن تكون الأعشاب الطبية متوفرة في الصيدليات بكل تنوعها ومفردة، ليس فقط تحضيرات أو خليط من النباتات، من أجل حتى المستهلك يقدر يقتني النباتات الطبية تاعه من الصيدلية، عوضا أن يكون مرغم باش يقتضيها من عند بائع الأعشاب الطبية اللي في بعض الحالات للأسف ما تكونش معبأة بشكل جيد، وإذا ما تحافظش على الزيفي ثيرابوتيك المفعول الطبي تاعها بشكل جيد، غير
الأعشاب الطبية التي نجدها في الصيدليات والتي على العموم تحترم قواعد وشروط الاحتفاظ بالنبتة إلى آخره. نعم دكتور، بالنسبة للنباتات الطبية، هل يعني يجب علينا بصفتك مختص، هل يجب علينا أن نستعملها يعني في نمط معيشي، تناولها يوميا مثلا نباتات الاسترخاء لنوم يعني جيد، أو هي نباتات طبية يجب استعمالها في حالة يعني ظهور أعراض؟ مثلا هناك نباتات نستعملها في حالة اضطرابات النوم، أو يجب أن نستعملها يعني كنمط معيشي جديد نعود نفسنا عليه؟ هي سا ديبون تو ديبون لا بلونت ميديسينال، على حساب العشبه الطبيه. هنا اعشاب طبيه اللي ديجا نستعملوها بشكل يومي في تغذيتنا. عندنا مثلا توابل، عندنا الكمون، الكركم، الزنجبيل، هذه كاع تعتبر اعشاب طبيه، اذا نستعملها في اكلنا اليومي، ومن الشيء الجيد الاكثار منها. نفس الشيء مثل الثوم مثلا، مثل الاعشاب العطريه دونك لي زيرب اروماتيك، اكليل الجبل، الزعتر، الزعتره، الرند، دونك هذه كاع تعتبر اعشاب طبيه. دونك هو من الجيد ادخالها في حميتنا الغذائيه اليوميه، نستعملها بشكل منتظم. وهناك بعض الاعشاب الطبيه التي قد نستعملها على الشكل في مده علاجيه معينه، دونك سو فورم دو كور، سواء من اجل العلاج او من الوقايه. مثلا عرق السوس او الكاليتوس او لسان الحمل، اللي هي نباتات طبيه معروفه انها تستعمل من اجل الالتهابات التنفسيه مثلا. دونك قادر نستعملوها مثلا من اجل علاج زكام او رشح الى اخره، من اجل علاج، لكن نستطيع ايضا استعمالها على شكل وقائي. مثلا عند اقتراب فصل الشتاء وعند بداية تغير أحوال الطقس، بداية البرودة، نستطيع استعمالها لمدة فورم دو كور بريفونتيف، وقائية. دونك هي دكتور في هذه النقطة بالضبط نستعملها في غذائنا اليومي، دونك نستطيع استعمالها على طول العام. وهناك نباتات طبية أخرى تستعمل فقط من أجل علاج أو حتى وقاية، لكن لمدة معينة سو فورم دو كور. نعم دكتور، في هذه النقطة بالضبط أغتنم الفرصة لأنه نشوف مثلا مع شروط الحجر الصحي يعني البرنامج اليومي العمل تاع الأشخاص تغير، نجد يعني في مواقع التواصل الاجتماعي هناك عدة أشخاص يسألون عن حلول طبيعية للنوم. مثلا ما هي النصيحة التي يمكن تقديمها في هذه النقطة؟ مثلا ما هي النباتات التي يمكن أن نتناولها لتحسين يعني نومنا أو للتخلص من اضطرابات النوم؟ هناك نباتات عديدة، أنا أفضل دائما النباتات الطبية المتواجدة في بلادنا التي تنمو بشكل طبيعي في بلادنا. من بينها طبيعة الحال معروفة لا فيرفان ملويزة، دونك اللي نمدوها حتى للأطفال الصغار، دونك هو مهدئ ويساعد في النوم، دونك نبتة جد مفيدة. عندنا ثاني نبتة الخزامة دونك لا لافوند بالدارجه يقولوا لها الحلحال، ثاني هي مفيده جدا. عندنا ثاني لو كوكليكو بالنعمان، هذه يعني نشربوها كوم دي تيزان ولا تناول؟ ما هي يعني لابارتي اللي ممكن نتناولوها؟ نقيع، دونك نقيع دي تيزان، دونك نستطيع استعمال من 20 الى 40 غرام من النبته في لتر من الماء إذا كانت للاستعمال يومي. سينون نقسم الكمية على 4 من أجل 250 مليلتر، دونك ناخذها نصف ساعة أو ساعة قبل النوم. قادر نستعملوها بوغ لمدة، ولا يوجد يعني خطر على 15 يوم، دونك اون كور من أجل التهدئة وتسهيل النوم ضد الأرق. ونجد دكتور أيضا ولا يوجد خطر يعني على المرأة الحامل جاهزة اللي فيها خليط نوع من النباتات الطبية الخاصة لمكافحة القرق، الأرق، دونك الانسومني. دكتور لا يوجد خطر يعني على المرأة الحامل أو الأطفال الصغار من النباتات التي ذكرتموها؟ لا، عندك الحلحال دونك الخزامة
ولا فيرفان حتى المرأة الحامل تقدر تستعملها. والأطفال بيان سور، الأطفال هي المشكل في المقادير، هي نعم ليست نفس المقادير بالنسبة للبالغين وبالنسبة للأطفال. دونك هناك سلم احترام مقادير، مثلا عندك من سنة إلى 6 سنوات مستعمل نعم كمية محددة من هذه النبتة، من 6 سنوات إلى 12 سنة كمية أخرى، عادة من 6 أشهر إلى سنة، وتحت 6 أشهر غالبا ننصح أن المرأة المرضع هي التي تأخذ النبتة، والمواد الفعالة للنبتة تجوز تفوت للرضيع عبر الحليب. هي لكن أنا أفضل للأطفال وخاصة للرضع اقتناء هذه الأعشاب الطبية من الصيدليات اللي تكون مخابر دايرة مقادير يعني خاصة من أجل تركيبة الأطفال، معروفة ولا حتى أيضا ومقادير تكون مدروسة. مكملات غذائية مثلا على شكل شراب، أين تكون المقادير محدودة بشكل جيد. نعم دكتور، بالنسبة لهذه النباتات الطبية دائما نجد الآن مع انتشار يعني البيع في مواقع التواصل الاجتماعي، والبيع يعني في المساحات مثلا عند العشابين أو كما نقولوا ليزيربوريست، نجد خلطات لا نعرف تكوينها، ولكن نجد يعني يقول لك مثلا هذه الخلطة يمكن استعمالها للشخص الذي يعاني مثلا من ألم الرأس أو شقيقة، هذه الخلطة يمكن تستعملها امرأة لديها مشكل في يعني في الخصوبة، نجد يعني خلطات، ولكن ما هو الخطر الذي تشكله هذه الخلطات على صحة الإنسان؟ وهل يمكن الوثوق في هذه الخلطات التي لا نجد عادة التركيبة كيف صنعت، وما هي مدة الاحتفاظ بها، وما هي المقادير لكل نبتة؟ كما ذكرنا سالفا، الخطر هو جوستومون عند استعمال الأعشاب الطبية هو الوقوع في موانع استعمال، مثلا في تفاعلات بين النباتات الطبية وأدوية يكون الشخص يتناولها، في عدم احترام الجرعات أو مدة العلاج، وخاصة إذا كنا ما نعرفوش تركيبة هذا العلاج، هذا الخليط. حتى الأغذية دونك مجبرة كي تشري منتج غذائي، صاحب المنتج مجبر بأنه يكتب لك المكونات تاع هذا الغذاء من مواد حافظة ومواد غذائية إلى آخره. إذا كيف مادة علاجية سواء كان مكمل غذائي أو كما نقولوا عقدة، إحنا يديروا خليط من الأعشاب والعسل، ما يذكرلكش فيها الأعشاب المستعملة فيها، التركيبة هذا قادر يشكل خطر كبير على صحة الإنسان، لأن قادر الشخص اللي يتناول هذه العقدة تكون عنده حساسية، يكون عنده مانع استعمال لهذه النبتة. إذا من المرفوض تماما تناول أي خليط علاجي لما نعرفوش التركيب تاعه. دونك هو على أي منتج إجباريا أن يقوم بذكر بوضع كل مكونات المنتوج هذا العلاجي، المكونات يعني بدقة. مكونات، لأن شوف في بعض الحالات نعطيك بعض الأمثلة بسيطة اللي قادر تكون فيها خطر. مثلا عشبة الجينكا بيلوبا، ومعروف يباع في الصيدليات على شكل مكمل غذائي، هو مليح بوغ الدوران لا سيركولاسيون سانغين، بدو باغ اكزومبل بوغ لي جون بلوغ دي لي فاريس لي زيموغويد اكسيتيرا. عندك مثلا الثوم دونك اللي هو اكل، عندك الزنجبيل اللي هو ايضا من التوابل اكل. دونك هذه الاعشاب البسيطه قد تزيد من اثار الادويه المضاده للتخثر عن طريق الفم، وتزيد من خطر النزيف. إذا الشخص مثلا يكون يتناول أدوية مضادة للتخثر ويزيد يتناول مثل هذه الأعشاب الطبية اللي هي قد تدخل حتى في خانة الأغذية، يروح مثلا ينزع ضرس ولا تكون عنده عملية جراحية، دونك قادر يسبب له خطر نزيف. عندنا نباتات أخرى مثلا لوميد بيرتوي، نبتة العرن أو نبتة سان جون، التي تستخدم أيضا لتخفيف الاكتئاب، نجدها أيضا في الصيدليات على شكل مكمل غذائي.
يمكن أن تقلل من فعالية العديد من الأدوية، بما في ذلك أيضا الأدوية المضادة للتخثر ووسائل منع الحمل، حبوب منع الحمل. هناك أيضا بعض النباتات التي تقلل من الامتصاص المعوي للحديد، كالسيوم، الزنك، والعديد من المعادن، سكون أبل ليزوليغو إليمون. الأشخاص أيضا الذين يعانون من الحساسية من الأسبيرين، يجب مثلا تجنب تناول أعشاب طبية التي تحتوي على مشتقات الساليسيل مثل الصفصاف. فيما يخص استخدام الزيوت الأساسية أيضا، للأسف رانا نشاهد باللي راها يروج لها عبر الانترنت ومواقع التواصل لأشخاص أو شركات تبيعها للأسف الشديد، وحتى يقول لك ليفريزون توصلك حتى للبيت، على الرغم من أن هذه الزيوت الأساسية رغم منفعتها، لأن رغم ذلك قد تشكل أخطار كبيرة لأنها هي جد مركزة. هذه الزيوت الأساسية مثلا ممنوعة على الحوامل، ممنوعة على الأطفال، ممنوع على امر كثير منها، ممنوع على مرضى الصرع، دونك اللي عندهم ليكريز ديبيليبسي. حتى الجرعات تاعها اللي نستعملوها ما نستعملوهاش بور، نستعملوها ديلوي، دونك مخففه في زيوت نباتيه. نعم دكتور، ايضا هناك نبته يعني الاعشاب الطبيه يجب الاخذ كثير والكثير من الحذر دكتور، منظوري الخاص في الصيدليه ومع نصيحه الصيدلي او الطبيب او مختص تغذيه، المهم يكون لديه الكفاءات اللازمة من أجل. نعم دكتور، هناك يعني نبتة أيضا تباع في الآونة الأخيرة، يعني يروج لها على أنها نبتة مفيدة ضد السرطان وتباع بأسعار خيالية، هي نبتة الجرافيولا. هل لديكم معلومات على يعني على حقيقة الأبحاث؟ الأبحاث على هذه النبتة نعم، هي كما الجرافيولا نجد نبتة هي خاصة تقوي جهاز المناعة. هناك عدة أبحاث التي أفادت أنها تقوي جهاز المناعة وقد تفيد في بعض الأحيان في كمكمل دفاع عن أمراض عن السرطان المضادة للسرطان. نعم السرطانية. معليش الجرافيولا ماشي مشكل، هناك نبتة أخرى للأسف، بما أنك ذكرت مرض السرطان ربي عافي، هي نبتة العلندة. نعم مش عارف لا تسمع بها، تاني يروج لها. نعم توجد في منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفعول ضد الأمراض السرطانية، دونك بالفرنسية هي اللي فيدغا. للأسف هذه النبتة جد خطيرة ولديها أعراض خطيرة جدا، مثلا في أوروبا لا تباع حتى في الصيدليات، دونك تباع للمعالج بالنباتات الذي يقوم بتشخيص المرض وتحديد أنه لا توجد موانع استعمال أو أعراض جانبية لاستعمالها. هذه النبتة التي لا تباع حتى في الصيدليات نجدها للأسف الشديد عند العشابين، ويستعملها بعض المرضى ربي يشافيهم بطريقة عشوائية مريض غير مراقبة. للأسف الشديد لما يكون فيه مرض صعب وصعب العلاج، أي نبتة أو أي علاج يقولوا له يحب يجربه، لكن يجب أخذ حيطة والحجد خطير. نعم دكتور، وبما أنكم يعني مدير شركة لصناعة على ما أظن مكملات غذائية ونباتات طبية، دكتور هل يعني قدرات يعني الجزائر بغطائها النباتي الكبير، هل يشكل الاستثمار في النباتات الطبية فرصة للشباب مثلا للتوجه إلى هذا التخصص والتوجه إلى استغلال هذا الغطاء النباتي يعني تكوين فرص للشباب وفرص عمل للشباب أيضا في هذا المجال، وهل يمكن يعني هناك تسهيلات للاستثمار والمغامرة في هذا الميدان؟ بطبيعة الحال سوق النباتات الطبية في الجزائر كسوا على شكلها الطبيعي نباتات طبية أو في شكل مكملات غذائي
مازالوا كما نقولوا مارشي فيرج، دونك يمكن تطويره بشكل كبير جدا جدا. النباتات الطبيه والعطريه كما نقولوا في فرونسي لي بام، دونك لي بلونت اروماتيك ميديسينال، لا فالور اجوتي تاعها القيمه المضافه تاعها كبيره جدا جدا. وللاسف ماشي الفلاح البسيط لقدراته العلميه محدوده اللي قادر تجيه الفكره انه يستثمر في نبته طبيه اللي ما غاديش للاسف يعرف تسويقها فيما بعد. لكن مثلا مختصين الصحه على راسهم الصيادله يمكن جدا ان يستثمروا في هذا المجال، وهناك تجارب ناجحه خاصه مثلا في التقطير، دونك لا ديستيلاسيون لا برودكسيون دي زويل ليسونسييل، انتاج الزيوت الاساسيه. هناك عده معصرات سواء لي زويل ليسونسييل ولا لي زويل فيجيتال، دونك الزيوت الاساسيه ولا الزيوت العاديه النباتات العاديه، ولو مارشي اون بلان اكسبونسيون. دونك هناك حتى صيادله مثلا عندي زملاء اللي استثمروا راهم يخدموا لهذه الزيوت الاساسيه سواء في الشمال ولا حتى في الجنوب. مثلا هناك بعض النباتات اللي القيمه تاعها جد عاليه، وهناك مام سوق عالمي. عندك مثلا لا لافوند، الحلحال، الخزامه، دونك لوي ليسونسييل تاعها زيت اساسي من اغلى الزيوت. عندك العطرشه، لو جيرانيوم، جيرانيوم غوزا. دونك هناك صيادله مستثمرين في الجنوب راهم يزرعوها ويخدموا الزيوت الاساسيه تاعها ويسوقوها. هناك مام اعشاب طبيه التي نستعملها مثل لا فيرفان، هضرنا عليها كي جبدنا على الارق، يعني مستعمله بكثره يعني ما في الحياه اليوميه تاعنا. ولايه جيجل مثلا دونك تزرع في ولايه جيجل جدا. اذا يجب الاهتمام بهذا الفرع الاقتصادي، دونك الاعشاب الطبيه والعطريه. هناك الزعفران، صناعه الزعفران، المنافع الطبية تاع الزعفران كبيرة جدا. مثلا في أوروبا تصنع مكملات غذائية من أساس الزعفران من أجل علاج الاكتئاب. إذا الحمد لله أرضنا واسعة وخيراتها كبيرة، يجب الاهتمام بهذا الجانب وبهذا الفرع من الاقتصاد، لانه للاسف لحد الان بلغ 80% من الاعشاب الطبيه التي تباع في بلادنا هي اعشاب طبيه مستورده. نعم، هل هناك بكل سهوله انتاج دكتور على الاقل 50% من هذه الاعشاب الطبيه، دونك للاستهلاك الداخلي فقط. نعم دكتور، هل هناك يعني امثله عن يعني عن تصدير زيوت نباتيه مثلا او نباتات طبيه؟ لاننا نعلم ان النباتات التي يعني الغطاء النباتي الذي ينمو يعني بصفة تلقائية لا يحتوي على نفس الكمية من الزيوت الأساسية أو نفس الكمية من المادة الفعالة التي تستعمل طبيا. هل النباتات التي تنمو تلقائيا يتم استغلالها، وهل يمكن يعني استعمالها كمنتوج للتصدير، وما يشكل يعني قيمة مضافة للاقتصاد الوطني؟ نعم طبيعة الحال. عندنا مثلا المثال تاع الشيح، لاغمواز بلونش. دونك الشيح نبتة طبية لها فوائد كبيرة، دونك تستعمل للجهاز الهضمي، تستعمل أيضا للداء السكري. والشيح كما نعلم تنبت بطريقة طبيعية في التل، دونك في الهضاب العليا والصحراء. دونك نبتة الشيح مثلا يمكن استغلالها بشكل كبير، لكن ما نتكلوش غير على النباتات التي متواجده كما قال لك في الطبيعه بصفه تلقائيه. ما كانش مانع بان نزرع لا كولتور تاع هاد لي بلونت، لان فيها فائده كبيره جدا جدا. كنت قارنها مثلا المردوديه تاع في الهكتار، مثلا زراعه هكتار بطاطا وهكتار خزامه، المردود لا يقارن. لكن اونكور اون فوا للاسف الشديد الفلاح نعم الجزائري يعني الفلاح الذي يستغل يكون عنده امكانيات التسويق ولا ومعرفه الفوائد تاع هذه النباتات. اذا لابد من ان يكون هناك شباب مستثمر في ميدان الصحه او مهندسين زراعه، ايضا تكون هناك ان شاء الله تعاونات واهتمام خاصه. وهناك من تطورات في الجانب الاداري، دونك
مؤخرا صدرت في الجريدة الرسمية قوانين تنظم سوق وزراعة المواد العطرية، النباتات العطرية والزراعية. إذا حتى الدولة بدأت تعير أهمية لهذا الفرع من الاقتصاد الميدان، بما يعني في لديه، بما استغلال قد يكون النباتات لديه الطبية. من مداخيل للدولة. لو كان قدروا بعد بها أم ونقصوا من تكاليف الاستيراد، باسكو عندنا استهلاك كبير للأعشاب الطبية، رانا ديجا في الفايدة، ما بالك لو حتى نوصلوا للتصدير، وهو شيء كما قال لك ماشي من المستحيل، لأن الله يبارك أرضنا واسعة والطاقات الشبابية والموارد البشرية كاينة، يجب فقط الاهتمام أكثر بهذا الفرق، ويجب أيضا تكون هناك إن شاء الله مرافقة ومساعدة. نعم، نتمنى أن يستغل شبابنا هذه الفرصة التي يعني بلدنا يعني يتنوع على غطاء نباتي جد هام، وليس مستغلا مقارنة بالبلدان المجاورة مثلا المغرب أو تونس، يعني تستغل بصفة كبيرة جدا ولديهم صادرات كبيرة من النباتات الطبية والنباتات العطرية. ونشكركم أستاذ على تلبية الدعوة، ونشكركم على هذه الإجابات القيمة والنصائح، ونتمنى أن يقتدي الشباب بهذا المثال الناجح من شباب صيادلة الذين كونوا شركات للاستغلال والاستثمار في ميادين جد يعني لديها فائدة كبيرة على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني. شكرا لكم أستاذ الدكتور. شكرا لكم دكتور، نلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله، وأدعوكم وأدعو المشاهدين بالانضمام إلى مجموعتنا عبر التواصل الاجتماعي فيسبوك لا فيتوثيرابي اون الجيري. دونك هذه المجموعة نحاول من خلالها الترويج للطب الأعشاب الحديد، وهناك أخصائيين كثر معنا في هذه المجموعة من أجل تبادل الآراء وتبادل المنافع حول طب الأعشاب الحديثة في الجزائر، وإن شاء الله تكون فائدة أكبر واستثمار أكبر في هذا المجال. إن شاء الله شكرا دكتور، دكتور، إلى فرصة أخرى إن شاء شكرا الله. لكم، إلى فرصة أخرى إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، نصل إلى نهاية عددنا اليوم حول النباتات الطبية، ونشكر الدكتور وليد مسعود على المشاركة وتلبية الدعوة وهذه النصائح القيمة التي شاركنا بها، ونتمنى أن نلقاكم في عدد آخر من حصتنا كلام في الصحة. إلى اللقاء. سلامتنا أمانتنا، وقايتها بها نعنى، سنوليها رعايتنا.